أربع مرات في الأجزاء دي بيربط بين العلم، المعرفة، الحكمة والفهم، بين كلمتين، والكلمتين دول مرتين لزقهم في بعض لزقة محترمة، مخافة الله the fear of the Lord، وبين معرفة الله knowing God، معرفة الله. مهم قوي الحتة دي، فمن فضلكم فهموني كويس. هقول ثلاث سطور وهشرحها. هقول ثلاث سطور. المعرفة الحقيقية هي معرفة الله، والحكمة الحقيقية هي مخافة الله، وإذا عرفت الله ستخاف الله. ثلاث سطور دول يشرحوا الموضوع كله. المعرفة الحقيقية هي معرفة الله، معرفة القدوس فهم. أصحاح 2 قالها بطريقة جميلة جدا، فحينئذ تفهم مخافة وتجد معرفة الله. إذا رفعت صوتك إلى الفهم وطلبتها كالفضة تجد معرفة الله وتفهم مخافة الله. المعرفة الحقيقية، السؤال الأول في الحياة هو ربنا موجود ولا لا؟ السؤال الثاني هو مين ده إذا كان موجود؟ لأن لو ربنا مش موجود ما يبقاش في حق مطلق، ويبقى البحث عن الحقيقة المطلقة وهم، لأن ما فيش مطلق أصلا، ما فيش أبسلوت، ما فيش إنفينيتي، ما فيش لا محدود، ما فيش، كل شيء محدود. السؤال الثاني اللي أهم من الأولاني، لأن عدد كبير يقول ربنا موجود، هو مين ربنا؟ هو طويل ولا قصير؟ هو اللي بعيد ولا قريب؟ هو متكبر ولا متواضع؟ هو اللي محب وحنان ولا قاسي؟ هو مين؟ وعايز ايه؟ خلي بالكم من الحكاية دي، لان ده يتوقف عليه. لو في ربنا والشخص ده محبة ومتواضع، يبقى جبني لغرض، جبني لانه بيحبني. لو هو قاسي يبقى جابني عبد عشان يستخدمني. في أسئلة بديهية إذا أنا معرفتش أجاوب عليها، ويبقى دي بداية المعرفة وبداية الحقيقة، كل حاجة تانية تتلخبط، كله يتلخبط، كله ما عنديش إجابات ليه، كله هيبقى نسبي. هتوه هتوه. المعرفة الحقيقية والفهم الذي يؤثر في كل ما يمكن أن أفهمه بعد كده، وده اللي هنجيله حالا، هو معرفة الله. ومعرفة الله موجود ولا لا؟ ومين ده؟ وعايز إيه؟ وجبني ليه؟ جبني عشان أرضيه ولا جبني عشان أستمتع بيه؟ جبني عشان يستخدمني ولا جبني عشان يخدمني؟ دول حاجتين عكس بعض خالص، وده يغير مسار كل حاجة في الحياة وفي كل ما أقرر وأفهم وأصنع في أمور حياتي. الكلمة الثانية، والحكمة الحقيقية هي مخافة الله. If you are really wise، لو أنت فعلا بتحب الحياة ونفسك والناس وعايز تختار أفضل حاجة وتصنع أفضل حاجة ليك وللناس، ها؟ ها؟ تخاف الله.